استمرار القصف الهمجي والعشوائي على بلدة الكرك الشرقي لليوم الثاني على التوالي براجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة بمادة TNT على هذه البلدة الصامدة لليوم الثاني على التوالي، ويدور داخل هذه البلدة الآن وفي هذه الساعة اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر وعصابات الطاغية بشار الأسد المجرم. بإذن الله سننتصر، بإذن الله سننتصر، لأننا قوم ننتصر أو نموت. كرك الشرقي 17 في 12 تصاعد دخان كثيف من البلدات يجد قصف.